السلام عليكم، تحية طيبة للجميع، مساء الخير. إن شاء الله رب تكونوا بصحة وعافية، وإن شاء الله ما أكون راح أزعجكم بهذا الفيديو، آسف للتأخير. بالنسبة لجوجل فورمز، ممكن يعني إذا خلينا نقول على فرض أنه الوزارة طلبت من عندنا يعني حضور، يعني تريد تشوف على الطلاب المشاركين، أو حتى لو مثلا بدون طلب من الوزارة، إحنا مثلا كفضولا أريد نعرف يعني إيش قال على الطلاب المشاركين موجودين، لأن صراحة مثلا خلينا نقول لو كان يعني صدر قرار إنه تعليم إلكتروني فولي، يعني بهالحالة لازم نسوي attendance list، لأنه من إن شاء الله تعلمتها كنت بماليزيا وأيضا بكلية البصرة، سويناها من اشتغلنا على الامتحانات النهائية، أريد نعرف الطلاب موجودين إيش قال على الممتحنين. أوكي، فايضا هاي تفيدنا يعني حتى لو ما كان اكو امتحان، فشي حلو، شي بسيط جدا يعني ما بي اي صعوبه. وطبعا كل يعني يندرج من ضمن الجوجل الشغلات اللي تقدمها التقنيه ذكيه جدا. اوكي، ما راح اطول بالحكي. يعني مثل ما مسوي هسه انا حاليا زوجتي اوكي اسمها الحضور، تريد تعرف على الموجودين، ايضا تشتغل مثلي يعني على الجوجل كلاس روم، فأسوي لها أنا الأسماء الحضور. أوكي، هنا بالجوجل بالسيرش مال جوجل اكتب فورم، أوكي، أو فورمز، طلعنا already موجود. أوكي، نختار الاختيار الثاني هو الفورمز. طبعا جزء أغلبكم يعني مثلا بعض من عندكم يعرف إنه شو مثلا تصير يعني بيها وشغلات، يعني مثلا multiple choices نقدر نسوي بالامتحان، مثلا نقدر A B C D E، يعني مثلا paragraph short answer. اوكي، يعني هاي بعدين نتطرق لها من نجي لفقرة الامتحان اذا كان الكتروني وليس حضوري. طيب، هنا نجي على فقرة، طبعا هو به هواي شغلات، به هواي تفرعات، ما راح اكون متشعب يعني بهاي الفيديو، فقط راح اتطرق للاتندنس لسه. هنا بالانتايتلد فورم، Untitled for my أول واحدة، نكتب مثلا attendance list. attendance list. أوكي، نعم كتبناها حتى يصير عندنا إنه هو يعني التايتل أو العنوان مالت شنو اللي إحنا نريده، يعني شلون نسمي مثلا أسماء الحضور، بضغط حتى يصير عنوان. اوكي، فهنا فورم ديسكريبشن ما اريد ان يعني هذا اوبشنال نوت اوبليجيتوري. رايت، هنا تشوف مثلا زائد مثلا اضافه، هنا مثلا تايتل ديسكريبشن، مثل ما قلت ما اريد اطول بالكلام. فهنا العنوان هو اتندنس ليست، نجي على الفقره الثانيه ندوس على هذا انتايتلد كويستشن، يعني شنو اللي راح يكون السؤال، ممكن يكون سؤال، ممكن مثلا يكون شلون فول نيم، مثل شغلات الباك جراوند بالنسبه للستودنتس بعدين اللي راح نجي لها ان شاء الله في يمكن الاشهر الجايه بالنسبه للامتحان. مثلا انا اكتب فول نيم، فول نيم. اوكي، هنا انا مرات هو اوتوماتيكلي راح يطلع لي شورت انسر، بس مرات مثلا يغلط، مثلا مرات يعني ما يحولك اوتوماتيكلي، يعني ممكن يبقى على المالتيبل تشويس، فلازم يعني ناكد عليه مرتين، نضغط عليه حتى ناكد انه هو شورت انسر وهو مو مالتيبل تشويس. اوكي، ليش هنا شورت انسر، ليش مو باراجراف مثلا، ليش مو دروب داون، لان هو طبعا فول نيم فشي بسيط، يعني كلمات مثلا محمد علي عبد الله فقط، فهو شورت انسر. اوكي، فهنا راح يكون التكست. الفقرة الأولى، الثانية لازم يصير required. أوكي، حتى يطلع لأنه هذني دائما مرات نشوفنا النجمة الحمر أنه ما يقدر يحول أو ما يقدر مثلا يسوي submit إلا لازم يكتب الفول نيم، حتى يكون إجباري هذا الشيء، حتى نعرف عدد الطلاب اسمه من بيا شعبه هو. أوكي، فإذا هو الفقرة مالتي short answer، إذا مثلا خلينا نقول الأسئلة مالتي شورت أنسر، ممكن نسوي copied. أوكي، هنا مثلا duplicate هو راح يحولنا نفس الطريقة، يعني ما يكون السؤال مثلا multiple choice، إذا إحنا أسئلتنا أو الشيء اللي نريده هو short answer، نريد نبقي short answer،
فنسوي duplicate. بس إذا أريد مثلا style غير شيء مثلا عنده multiple choice نعوفه هذا. أوكي بعدين وين نروح على plus اللي هنا اللي هو add question. شو نريده مثلا بما أنه إحنا عندنا جروبات ثلاثة أوكي نكتب مثلا which group يعني group type أو نكتب بس group يا group مثلا نرى يصير عندنا multiple choice ليش لأنه هو ABC أوكي يعني هو راح يختار بعدين من يطلع بالpreview يعني بال من يصير عنده البريفيو بعدين أنا أطقم يا شلون يصير راح يطلع عنده مثل اختيارات ABC فهو يا group إذا هو صباحي أوكي فهو بالجروب أي مثلا اسمه أحمد وإحنا خلينا بجروب أي فكده راح اختار جروب أي فأنا شو نسوي نختار أي هنا شغلة حلوة ما نقدر مثلا يعني إحنا ما نريد مثلا نطول على نفسنا إنه كل سنة نكتب أي بي سي دي هو أنا راح يحطينا أوتوماتيكلي فمن نضغط على بي راح يصير عندنا بي ندخل على سي قبل سي يعني ما نريد نتعب نفسنا إنه نكتب بعدين أي وبعدين نكتب بعدين بي بعدين سي لا أوتوماتيكلي راح تلاقي أي بي سي دي وأيضا بالنسبة لفقرة رقم واحد مثلا واحد طيك واحد اثنين ثلاثة أو مثلا عندك true false بالأسئلة مثلا ما تكتب true أوكي شو بقى مثلا نكتب مثلا true أوكي ما نحن اختارين ال ABC أوكي لأنه أوكي أنا سوي X true مرة ثانية إنه أخذ على ال A أوكي المشكلة هذا بعدين راح يصير true false ممكن إذا راح نريد نسوي delete نرجع مثلا نكتب هنا مثلا true إنه ظهره مشلب على ال ABC أوكي فنكتب true طلعنا multiple choice sorry multiple choice true ها عفوا مو هنا أنا. مثلا نكتب السؤال مثلا نكتب أي سؤال نختار مثلا true هنا أنا. sorry true راح طلعنا false أوكي مو هنا ترو هنا بالاختيار ترو أصلا عندنا فولس فبعدين بعدين بالأسئلة ما نريد نسوي أسئلة اختيارية صح وغلط كان مثلا رقم السؤال رقم واحد شنو السؤال هل هو ترو أو فولس يعني بس حبيت أنه أذكر يعني شنو ممكن اللي يصير بعدين بالامتحان هو الاختيارات راح تصير من عنده فهنا نرجع على الجروب أوكي جروب مثلا A أوكي طلعنا B وعندنا C لازم يكون معنا طبعا multiple choice هذا خلصنا من عنده الجروب اوكي نرجع بعدين على add question شنو بعد عندنا احنا مثلا بالنسبة للانجليزي class type اللي هو صباحي ومسائي اوكي مثلا class type شنو عندنا morning اوكي morning وعندنا evening حلو خلاص فإذا صباحي أوكي راح يختار صباح وإذا هو مسائي راح يختار مسائي ممكن additional يعني يكون نرجع لازم ها نسوي required حتى نعرف نرجع أيضا للسؤال نسوي required شنو عندنا بعد بالنسبة للتندنس ليست للتندنس ليست واللي هذا هو نحتاجه شيء بسيط وسهل جدا للطالب هسه شو نسوي روح على النجمة اللي هي settings نضغط عليها طبعا انا collect email addresses ايضا بحالة الامتحان ان شاء الله مستقبلا اذا مثلا اريد اجمع الايميلات مالتهم طبعا بعد ما اسوي انا الايميلات ان شاء الله اخذ القائمة من شؤون الطلبة حتى يصير عندنا قائمة الطلاب اولا وقائمة الايميلات والباسورد مالتهم ثانيا حتى بعد ما لأن المشكلة وين المشكلة هنا ممكن أقول لك ممكن أي واحد من عندكم من حضراتكم يسأل سؤال يقول لك أوكي طيب أنا سويت الاتندنس ليست إيش مدرين إنه هو هذا نفس الشخص راح يجي لي هو نفسه راح يدخل وراح يكون اسمه الواضح والصريح ممكن يدخل باسمين ثلاثة أربعة ممكن يتكرر أوكي طيب صح حلو هاي واجهناها طبعا بالإيميلات واجهناها مو بالأسماء الأسماء بالله نعرف إنه إذا متكرر إذا مثلًا خلينا نقول ياسمين صبري محمد حلو وكو ياسمين صبري محمد هاي ما لها تدخل مرتين ليش لانه صار عنده قطع بالنت اوكي فصل عنده النت او مثلا كتبت الايميل غلط
ورجعت مرة ثانية كتبتها صح. فيصل could duplicate. هنا ما راح نسوي شيء. هنا presentation إذا ما راح نسوي شيء. هنا مثلا نكتب آخر شيء. Done مثلا. Done. Thanks. Okay. Thanks. Duplicate اشتغل. هذا quizzes هذا مو quiz. سوينا save. بعدين شو يصير عندنا؟ نروح هنا حتى نلصق الاتندنس ليست نودي وين. بعدين نرجع على الكلاس نروح على هنا بريفيو تنشيك شوف مثلا ريكواير مثلا بلا بلا بلا. هنا راح اختار مثلا هو بي هو اي كلاس مورنينج. اوكي بعدين نسوي جيت لينك حتى يروح عندنا مثلا وين نودي نوديه للكلاس. اوكي ودي الكلاس هذا سيف اوكي بريفيو معينه حتى نشوف حتى نشوف الشغل اللي سويناه صح. اذا صح تمام اوكي مشكله مثلا بلا 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 اكتب اي مثلا مورنينج. اوكي مثلا سوا سبميت حلو من سوا سبميت راح تطلع على الرساله اللي انا كتبتها دان ثانكس. وين راح تروح عندي؟ راح تروح عندي هنا ريسبونس كم واحد اشوف كم واحد. هسه انا هذا كتبت اسمي فول نيم طلع هنا عندي مره ثانيه خاف شو سويته سريع ارجع انا على الشيء اللي كتبته سويت له بريفيو. اوكي هنا طبعا عفوا راح ارجع مره ثانيه خاف سويته سريع الخطوات ورا ما كملت خلصت وين اروح؟ اروح على هذا ثلاث نقاط اللي هي مو وين اروح؟ get pre-filled link. ليش؟ هذا من اروح عليه؟ راح اقدر انسخ اللينك وين اودي؟ اروح لهنا طبعا get link حلو لازم تطلع عندنا هاي الكوبي لينك اضغط عليها واروح بعدين للكلاس مثلا حتى اشوف اللينك. طبعا لازم اسوي له mention انه please students you have to go to this link to write your name or to register you or to write the attendance list whatever. okay هنا نروح مثلا الات مثل الخطوات اللي اسويها هنا شلون مثلا من اروح link file من ارفع المحاضرات link انا سويت له copy انا add link okay راح تطلع عندهم شلون المحاضرات اللي هنا طالعة اللي واضحة عندي راح تطلع لهم attendance list. من يضغط عليها الطالب يضغط على وين يودي للي أنا الشي اللي سويته اللي هو هذا. اوكي من راح يطلع عنده راح يعني يكتب اسمه مثل ما أنا كتبت SSD اختار مثلا جروب بي اختار morning سوي submit. من يسوي submit وين تروح؟ leave page ايضا احذفها راح تطلع عندي هنا أنا. كم واحد تطلع عندي اسمه من يا جروب مثلا هذا ازرق لانه جروب اي وكلاس تايب مورنينج هذا ازرق لانه مورنينج واذا احمر تطلع عندك هنا أنا مثلا مثل تشارت يعني دويره وبيه مثلا تنقسم احمر وازرق صار عندك هذا وخلص. طبعا مرات تشاهد انه اسماء متكرره تحذف طبعا اسم متكرر شلون تحذفه مثلا هسه مطلع لي مثلا احمد مثلا طب ثلاث مرات اربع مرات ورا ما اسوي احصائي طبعا انا اقدر احذف هذا الريسبونس حتى ما يشكل عندي مشكله. شوف هنا داونلود سلكت ديليت اول ريسبونسز هسه انا مكتبته هسه ما احتاجه طبعا ديليت اول ريسبونسز اسوي ديليت صفر عندي من يكملون عندي الريسبونسز من يكملون عندي الكلاس اللي مره ورا ما تخلص المحاضره رأسا أروح على هذا الإكسل شيت create spread sheet إكسل شيت هو صاير أروح له create ورا ما يسوي create راح يودينا على صفحة ثانية هي صفحة الإكسل شيت هنا تطلع عندي كل الأسماء من يا جروب وكلاس تايب بالضبط مثل ما أنا مسوي شغلة حلوة مرتبة. أروح على الفايل أسوي له download مثلا شنو أريده still excel sheet أو pdf
يعني ما حاجة تحوله PDF بعدين، يعني already هو انت من راح تسوي له download مثلا تعطيك خيارات، تريد تخليه Excel sheet اوكي، تريد تخليه docs مثلا web page PDF اوكي، باللي عجبك انت. مثلا انا اريد اخليه Excel sheet، مثلا اضغط Excel sheet راح يسوي لنا اسمه attendance list، اخذني عندي من اللابتوب هاي. فهنا انا response ان شاء الله حلوة وبسيطة وتفيد، يعني طبعا بعدين احصائية للطلاب نقارن بعدين من عندنا القائمة مع اسماء الطلاب، حتى لو خربطنا مثلا او مثلا طلب عندنا وقت مستعجل انه بهاي الوقت لازم نسوي، عندي اكسل شيت انا وعندي القائمة مع اسماء الطلاب راسا، اسم هذا موجود خلص احذفه، اخلي كم واحد مثلا عندي، خلينا نقول الصباحي شباتين مثلا، خلينا نقول 32 او 35 مثلا، ايش قد مسجلين هم 30، فاذا ايش قد ما موجودين الغياب 5 ماشي يعني. وان شاء الله يكون هذا يعني فيديو لاقى استحسانكم، وان شاء الله يكون بسيط وسهل، واي سؤال انا حاضر، تحياتي للجميع.